وبنتكلم النهارده في AI بالعربي عن مميزات مساعد ميتا ذكي ميتا AI وازاي انه بقى فيه مميزات جديده جدا 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 في فيسبوك انستغرام واتساب ماسنجر كلها بالذكاء الاصطناعي بتساعدنا في التواصل بشكل اكبر بتساعد على تحرير الصور وتعديلها النصوص الترجمه حاجات كتيره قوي قوي هتغير شكل التواصل ما بيننا مش بس في الشغل لا وكمان في حياتنا اليوميه علشان كده احنا معانا محمد عبد العزيز مدرب ومحاضر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومؤسس بودكاست The Missing Point عايزين ناخد رايه في الموضوع مساء الخير نور ازيك يا محمد عامل ايه الحمد لله كله تمام ولكن قاعده بتخيل كده ازاي الاي اي داخل بشكل كبير في حياتنا اليوميه يعني حتى الواتساب مثلا اللي احنا بنستخدمه بشكل يومي ازاي ممكن الذكاء الاصطناعي يغير شكل التواصل ما بيننا انت شايف ان دي ميزه ولا عيب كلمه ميزه وعيب برضو واسعه قوي ان انا اقول دي ميزه وعيب بس انا بشوف دايما الامور دايما بشوف اي حاجه في الدنيا بشوف ان هي ليها جزء ايجابي وفي حاجات ليها طبعا جزء سلبي يعني احنا دايما بشوف كده مثلا الميه دي افضل حاجه واكتر حاجه ممكن نستخدمها عشان يروح عطشنا وربنا قال لي احسن حاجه وكده بس انا شربت ميه كتير ممكن يجي لي تسمم ميه بس هي هي نفس القصه اوكي طيب يعني احكي لنا كده انت شايف الابديتس الجديده ازاي يعني لما قعدت تقرا عن الموضوع وبعد الاعلان اللي يعني حصل يوم الاربعاء من شركه ميتا عن المساعد الذكي اللي هيبقى موجود في كل التطبيقات للسوشيال ميديا سواء انستغرام وفيسبوك واتساب ماسنجر انت شايف الامور من انه منظور اوكي تعالي انا دايما بفضل حته ان انا لما اجي اتكلم على مجال التكنولوجيا او الاي اي بالذات ما بحبش ابص للاي اي از ان هو ابديت او في تحديث جديد نزل او ان في اداه جديده ممكن تتعمل ده كان ممكن يكون في بدايه اول ما الاي اي ظهر والناس بدات تتكلم عليه وتقول ده في اي اي ممكن نستخدمه والحاجات دي كلها كان ممكن نبص له قطعه قطعه لكن حاليا دلوقتي ولما بحكم شغلي طبعا ما ببقى متابع ايه اللي بيحصل وايه كل حد بيعمل مؤتمر وبيتكلم عن المنتجات بتاعته من الشركات الكبيره تاخدي بالك كده ان في حاجه عامه وتوجع عام هو بيقول لنا ان يا جماعه خلاص مرحله ان الاي اي كان ابلكيشن بتنزله او برنامج بتنزله على الموبايل بتاعك بتستخدمه عشان يساعدك تقصد زي شات جي بي تي يعني كان ابلكيشن وبننزله او نموذج وبنستخدمه شات جي بي تي جيميناي اي حاجه من الحاجات اللي كانت موجوده دي لا خلاص بقى احنا روحنا للمرحله الجديده وهي ان الاي اي تداخل في حياتنا صحيح دخل في حياتنا يعني ايه يعني دخل في الموبايل دخل في اللابتوب دخل في التي في دخل في كل حاجه فهو ما بقاش اداه هو بقى المرحله اللي هو كان دايما بينادوا بيها احنا دلوقتي في عصر الاي اي يعني الاي اي موجود معايا عند الدكتور موجود معايا وانا نازل موجود معايا وانا بركب العربيه عشان اروح مكان لمكان موجود معايا في المكان اللي انا بروحه موجود معايا في كل حته فهي المرحله دي مرحله ان هو خلاص تداخل طبعا احنا لسه في مرحله بدائيه قوي لسه الاي اي ما وصلش لجزء ضئيل حتى من الامكانيات اللي المفروض معمول له خطه عشان يوصل لها فحتى كل اللي احنا شايفينه قدامنا ده دي حاجات بسيطه جدا من الاي اي المفروض يوصل تمام يعني في مرحله الاي اي يوصل لمرحله يكون جنرال كده يعني حاجه شبهنا بالظبط يفكر زينا وكده في مؤشرات بتقول ان هو في الطريق الصعب في اللي بيحصل ايه ان كان زمان عشان ننتقل من فكره التلفزيون او فكره المسرح وبعد كده ننتقل للسوشيال ميديا وصناعه المحتوى مثلا خدنا وقت كبير قوي لكن احنا دلوقتي بننتقل لمرحله مختلفه تماما وشغلات بسرعه جدا بسرعه جدا وانا وانت بنتكلم النهارده حلقتك الحد الجاي تلاقي ممكن بقى قديم ايه ده اللي انت بتقوله ده لو انا سمعت الحلقه صحيح. بعد اسبوع هقول لك ايه ده رغد قالت حاجات قديمه السرعه دي ضغط قوي فهي اللي مخليه الناس مش شايفه الايجابي ومش شايفه السلبي وشايفه الايجابي سلبي والايجابي واللي بيعرف يطلع فلوس منه بيقول ان هو ايجابي واللي بيعرفش وشغلانته بتروح بيقول ان هو سلبي وهكذا كل يوم في جديد يعني من كلامك يس. كل يوم في جديد في التكنولوجي ولكن في حياتنا اليوميه هل احنا هنقدر نلاحق على التطور اللي بيحصل ده هل تأثيره إيجابي ولا تأثيره سلبي من وجهة نظرك؟ تأثيره طبعا سلبي لأن الجزء اللي عارف عن التفاصيل وفاهم وبيأبديت وعمال كل شوية بيعرف التحديثات كده ده جزء صغير لكن الجزء الكبير اللي عمال بيتضر وبيشوف الموضوع بشكل تاني تأثيره سلبي عليه وهتبقى هيفضل فترة لغاية ما يحصل إن الناس اللي بتتعلم وبتتدرب أكتر تبدأ تكون هي الأغلبية فالأغلبية تبدأ تتعامل مع الـ AI على إن هو حاجة موجودة في حياتنا. ممكن لو احنا رجعنا كده من سنين هو ما كانش في حاجه اسمها صناعه محتوى مثلا ده مش ما كانتش حاجه لما طلعت صناعه المحتوى كانت تهديد لشغلانات ناس كتير جدا كانوا زي اللي بيقدموا حاجات في التلفزيون او في الافلام وكده لان دول بداوا ياخدوا مكانهم ويوصلوا للناس بسرعه صح صحيح نفس الفكره بالظبط طيب دلوقتي بيحصل ايه بيحصل ان اي اي وميتا مثلا ان هي اكبر شركه بتمتلك ميتا دي الشركه اللي بتمتلك فيسبوك اللي هو اكتر ابلكيشن
بنقعد عليه تمام كمصريين بالذات يعني بالزبط. فالفكره ان هو دلوقتي بدا يعمل محتوى زي ما زي ما انت قلت من شويه محتوى هو اللي عامله هو اللي عامل المحتوى ده بالاي اي بقى في كونتنت كريتور جديد آلة هي اللي بتعمله ده. عارف الخوف في ايه؟ مش في المحتوى نفسه، الخوف ان الناس اللي بتتفرج على المحتوى يعجبها، لان المعادله عباره عن ايه؟ انا بعمل محتوى عشان الشخص يفضل موجود عندي على الابلكيشن، فالمحتوى ده بجيب ناس تعمله. طب دلوقتي مش هجيب الناس وهجيب الاي اي يعمله، لو الناس فضلت على الابلكيشن يبقى انا كده نجحت، يبقى الاي اي نجح عمل المحتوى اللذيذ. طب انت بتتوقع ايه؟ الناس هتفضل على الابلكيشن ولا لما هتلاقي كل حاجه بالاي اي هي هتنسحب؟ اجيال كل جيل وهيبقى شايف الدنيا بشكل مختلف. فانت يعني ما نقدرش نتوقع الجيل اللي جاي واللي بعده هيتعامل ازاي مع موضوع ان الاي اي هو اللي بيقدم له المحتوى؟ يعني ممكن اقول لك ان هي في لحظه معينه، لان الاي اي غير مدرب تدريب كامل، فهيبقى المحتوى ساعات ممل متكرر، بس ما ننساش دايما ان الاي اي بيعمل ايه؟ بيتعلم. هي دي هو ده بس التشالنج يعني، هو ده الحاجه اللي بتخلينا دايما بنفكر بشكل مختلف مع الاي اي بالذات، لان هو النهارده ممكن يكون المحتوى وحش جدا وانا هبقى اشوفه، ولما اشوف كلمه اي اي مصنوع بالاي اي مش هروح عادي، ده طبيعي اي حد فينا يعمل كده. لا انا مش هروح، انا اشوف حد طبيعي عارف ان هو بيتكلم، لان النهارده انا عارف ان الكواليتي ما وصلتش 100% زي البني ادم، شويه كده هيبدا يتطور، هبدا طب ما انا ممكن اتفرج مره لا ما عجبنيش، فهو بيتطور اكتر، لان المعادله جوه الالجوريزم بتاعت او الخوارزميه اللي موجوده جوه اي ابلكيشن هو اللي بيعمل ايه؟ بيديك المحتوى وبيشوف تفاعلك معاه، لو انت تفاعلتي معاه فهو بيبدا يعرف المحتوى اللي عجبك، لو ما تفاعلتيش معاه بيبدا يقلله، فهو هيبدا اعتقد لان ميتا او فيسبوك هي في الاخر بتجيب فلوس من المعلنين اللي موجود جوه الابلكيشن اللي بيجوا لنا، لو عرفت تخلي الناس تتفاعل مع المحتوى بتاعها وقاعده تزق فيه، لان هي المتحكمه ان انا ابعد رغده واقرب اي اي. الفلوس هتيجي من خلال ميتا اي اي، فهي مش محتاجه الناس كده دلوقتي. بالظبط، هي لو وصلت، هي معادله واقفه على الطرف ده، الطرف اللي هو بيشاهد لو قدر يفضل ويتفاعل مع الحاجات دي كلها ساعتها الموضوع هيختلف. بس انا فكره الوظائف او كده هي انا بشوفها انه ده الامر الطبيعي للحياه، الحياه دايما متغيره. تقصد فكره ان الوظائف تتغير او تختفي؟ ده طبيعي، وظائف جديده تظهر واحنا لازم نتطور. بالظبط كده، زي ما الاله الحاسبه جت عشان خاطر ما وقفتش دماغ الناس، لما قالوا زمان اول ما الاله الحاسبه ظهرت ان لا ده احنا مش هنعرف نحسب، بعد كده ساعدتنا فضت دماغنا ان احنا نقعد نحسب حسابات بالاله الحاسبه وبقينا نفكر في حاجات ثانيه، فهي دي التطور. اللي انا ببص عليه بقى هو فكره اختفاء وقله المحتوى الاوثنتك او الحقيقي بتاعنا، هو ده المخيف، ان احنا نتعود، لان زي ما بنقول كده الزن بيولد حاجات. أو تقصد ان احنا نفقد قدرتنا على الابداع خلاص بقى يعني؟ بالظبط، او نتعود تماما على الاي اي. اوكي، او يعجبنا الاي اي، ما هي الفكره ان انت طول ما هيديكي محتوى معين، لان كان زمان احنا بنشوف الفيسبوك عباره عن ايه؟ بوست وصوره، دلوقتي الفيسبوك بقى فيديوز كتير قوي، وبعدين اتقلبت الفيديوز لفيديوهات سريعه زي تيك توك، فانت عماله الذوق بتاعنا والاجيال ذوقها بيتغير. فكرتني محمد بكوميكس لذيذ قوي شفته على فيسبوك، انه يعني هحكيه لك الحقيقه بمناسبه انه الاي اي هو اللي بيعمل كل حاجه، في واحده كده صورتها قاعده بتعيط انها اكتشفت ان كل الرسائل الرومانسيه اللي جات لها من يعني حبيبها كلها مولده بالاي اي، فاتصدمت كده انه كل المشاعر اللي كانت بتحس بيها لا دي مكتوبه بالاي اي، مش خطيبها او حبيبها اللي كاتبها لها. شايف الكوميك او النكته دي عباره عن واقع، احنا دلوقتي احنا بنتعامل مع بعض، لما بنقعد نتفرج يعني مثلا اللي ميتا اعلنت عنه اعلنت حاجات كتير قوي تفهمك ان الموضوع رايح في حته معينه، يعني مثلا كانوا بيعلنوا عن الميتا اي اي فكره اللايف ترانسليشن للمحتوى بتاعك. بالظبط، انا كونتنت كريتور بقدم محتوى، انا اقدر اعمل فيرجن تاني بلغه مختلفه، ده موجود بس ما كانش جوه، يعني كنت بتاخده تعمله في ابلكيشن وترجعه تاني، دلوقتي بقى موجود قدامك. لا ده في اصعب من كده، انك انت كصانعه محتوى او حد موجود على السوشيال ميديا تقدري تعملي ديجيتال كوبي منك، تعملي نسخه رقميه، النسخة الرقمية دي واخدة نفس الفايب بتاعتك والتكنيك بتاعتك وخفة الدم والطريقة والصوت، وتعمليها وتحط لها شوية حاجات عنك، لأن هو بيبقى دارس أنت بتقدمي محتوى إيه، يبدأ الناس تتفاعل معاها، وتلاقي إن كل واحد فينا يقدر يكلم صانع المحتوى بتاعه في أي لحظة يسأله، وتلاقي إن صانع المحتوى بيرد عليه، بس هو مش بيرد عليه، هو الديجيتال دي نسخته أو النسخة الرقمية. بالظبط، دي مخيفة جدا، يعني هي أنا مش ده ومش اللي بيكلمني ده. بس لو خدت بالك برضه حاجة تانية، سيبك بقى من كل التكنولوجي ومن كل الحاجات دي، إيه الحاجة التانية؟ مارك زوكربيرج اللي هو السي او او الفاوندر بتاع ميتا او فيسبوك، وهو على الستيج هو اللي كان بيقدم المؤتمر بتاع ميتا كونكت 2024، شكله اختلف،
فهو كأنه هو فاق، هو خرج من شكل اللبس بتاعه والشكل الكلاسيكي اللي كنا عارفينه بيه، بقى بيلبس حاجات شبه ناس معينة، شبه جيل معين، بدأ يغير الستايل بتاعه. ده نفهم منه ايه؟ نفهم منه ان هو التكنولوجي بيعملها متارجت فيها ناس جديدة وجيل معين، طريقة اللبس وطريقة الحكاوي وطريقته هو، لان ده مش ماركت ابروبريم، كانش بيتكلم بالطريقة دي خالص، كانش بيلبس كده، بقى يلبس شبه الصغيرين شوية، بدأ اوفر سايز بقى وكيرلي لوك وبتاع. فالموضوع ده معناه ان هو بيروح لهم، بيستهدف الجيل الجديد علشان يفضل موجود وشركته تكبر وتفضل يعني على القمة. جيمي بقى كل ده على اي تكنولوجي بيعملها، ان هو قصد بيها دول، مش قصد بيها ناس كبار، لان خلاص هم دول عارفين ومش هيعجبهم الاي اي، ما يقول لك ايه ده، لا انا عايز اشوف الشخص الحقيقي وعايز اتفاعل معاه، ولا ده هي دي الحياه الحقيقيه وكده. لا هو قال لك انا لو دخلت في ديبيت مع دول او مناقشه مع دول هيقعدوا يقولوا لي ايه ده وخطر علينا وهيدمرنا وكده، فقال لك لا. ده على فكره توجه الشركه، بس ما بيتقالش. بس لو ركزنا بره التكنولوجي وبره اللي هو بيعرضه، وركزتي على التفصيله وشكله هو بيعمل ايه، او هو بيري براند نفسه ازاي، او بيعيد شكل نفسه ازاي، تفهمي ان هو قصد حد تاني، قصد ناس تانيه. شكرا يا محمد ان انت فهمت وفهمتنا، ويعني شكرا دايما على يعني ان انت بتنورنا في راديو 90 90 وبتشرح لنا كل حاجه تتعلق بالتكنولوجي والذكاء الاصطناعي. شكرا محمد عبد العزيز، مدرب ومحاضر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومؤسس بودكاست The Missing Point.